واحد زي كتير من الفنانين اللي عبروا عن موقفهم من القضية الفلسطينية واللي بيحصل في الشعب الفلسطيني دلوقتي من الجيش الإسرائيلي، وهو الفنان محمد عطية. بعد ما علق على الأحداث اللي بتتعرض ليها فلسطين دلوقتي على يد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأثار جدل كبير على السوشيال ميديا بعد اللي قاله في لقائه في برنامج فوق 18 تقديم الإعلامية ربع الزيات على قناة الجديد، لأنه كان منهار جدا من العياط على الهوى وقت كلامه على اللي بيمر بيه أهالي غزة من جوع وقصف وحصار شامل من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال أنا بتكسف وأنا باكل في بيتي دلوقتي والأطفال في فلسطين مش لاقيين ياكلوا، الواحد مستحرم اللقمة وبحمد ربنا أن فوقي سقف بيحميني، وهناك في فلسطين الأب بيحضن ولاده مش عارف هيصحى يلاقيهم ولا لأ، والحياة مش هتكمل بالطريقة دي، ومش خايف أخسر أي حاجة، خسرت برنامج ليا لكن مش عايز مواقف تبيني كبطل، أنا مش بطل، الأبطال هناك في غزة. ده غير أنه قال أنا شايف أن الطفل اللي عنده 10 سنين ضفره برقبتي، أنا إيه اللي بعمله؟ بتكلم على السوشيال ميديا، لما تخلص حياتي هستفيد إيه؟ لازم يكون عندي موقف، الحياة في المواقف دي خيانة. وبالنسبة لموقف محمد عطية من بداية الحرب، فهو كان مدعم جدا لفلسطين، وكان بيشارك متابعينه بفيديوهات للشهداء في غزة، وبيدعي دايما جمهوره ما يوقفش كلام ودعم لإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة. ده غير كمان انه ظهر الفنان في فيديو ليه وقال على فكرة لسه في ناس بتموت وأطفال بتتقتل والقصف لسه مستمر، والفترة اللي فاتت هم أسوأ فترة عدت في قطاع غزة من بداية عمليات القصف. وكمل كلامه وقال احنا عندنا نقطة تحول في طريقة تفاعلنا مع الأحداث، خاصة بعد ما تم قصف المستشفى، لأن قبلها كنا بنتفاعل بشكل مستمر وحصل قصف اللي هو أبشع كارثة بشرية، فبدأنا نتفاعل بطريقة أقل من كده بكتير. وكده يكون موقف محمد عطية من القضية الفلسطينية، لكنه مازال بيجاهد ويدعم أخواننا في غزة بكل اللي يقدر عليه زي أغلب ما الناس بتعمل، مش بس الفنانين.